كلام كتير ووقت كتير. وصفر وابو تريكه وهدف. ادي ابو تريكه يا جماعه، ادي ابو تريكه يا جماعه، لمس الكره كام مره؟ لمسها يعني ممكن اعديها لكم يعني. في الدقيقه 33 من زمن الشوط الثاني، ومن ضربه حره غير مباشره يحط ابو تريكه بوش رجله السحري ويحط هدف لا يصد ولا يرد، عشان حسام البدري يتنفس الصعداء بهدفين ليلى شيء لإنبي اللي فقد توازنه في الشوط الثاني تماما، واللي كان هو الافضل في الشوط الاول. انما تغييرات حسام لازم نقول كده، هو تغييرات حسام والجريئه والدفع بتغييرات وتغيير مراكز، سيطر على نص الملعب ونزل فضل وطلع عماد شقيق مظلوم جدا.